مرحبا، يعطيك العافية. معكم فارس من فريق سمارت. اليوم عملت لكم جدول بسيط فيه العناصر اللي أخذناهم، اللي هم التاجات اللي عشان تميز منهم بلوك إليمنت ومن إنلاين إليمنت. أذكركم بس شو البلوك إليمنت وشو الإنلاين إليمنت. بلوك إليمنت اللي هو التاج اللي بيحكي سطر كامل بالصفحة، بحيث إنك ما بتقدر تكتب جنبه إشي. يعني كتبت مثلا تاج بلوك إليمنت، إجيت تكتب بعديه تاج إنلاين راح ينزل تحته، تمام؟ أو حتى كتبت تاج بعديه برضه بلوك راح ينزل تحته، يعني بيحكي السطر كامل بالصفحة، ما بتقدر تكتب إشي جنبه، تمام؟ إحنا كل تاج كنا ناخده، كنت أحكي لكم هذا بلوك أو إنلاين، كنت أعطيكم مثال إنه كيف يعني بلوك وكيف يعني إنلاين. هذا الجدول بس بلخص لك يعني التاجات، إنه مين بلوك ومين إنلاين، عشان لما تيجي تدرسهم ما يعني تدرسهم بسهولة، ما تضلك تدور إنه هذا إنلاين وهذا بلوك وتقعد تدور. تمام. هسا ال بي ار اللي هو البريك اللي بيعمل سطر جديد من H1 ل H6 بلوك إليمنت، هاي معناها انه تاج من H1 ل H6 كلهم بلوك إليمنت، 6 تاجات بلوك إليمنت اللي هم الهيدر اللي هم العناوين، تاجات العناوين. ال HR اللي هو الهوريزونتال رول اللي هو اللي بيعمل سطر بالصفحة. ال div اللي حكينا هو ال division زي الكونتينر، يعني الكونتينر. ال P اللي هو الباراجراف. ال span اللي هي حكينا عشان نميز عنصر. ال sub اللي هي بترفع الكلمة لفوق. السوبر، لا هاي السوبر سكريبت اللي هي بترفع لفوق، والسب سكريبت اللي هي بتنزل لتحت. الديليت اللي هي بتبين خط مشطوب هيك على الكلمة. سترونج اللي هي بتعملها بولد. ال E M بتعمل خط ايتاليك. وال A اللي هو لللينك، تاج اللينك. وال I M G اللي هو تاج الصورة. طبعا هذول كلهم انلاين وهذول كلهم بلوك. يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي.